المجموعة السادسة. طبعا احنا لما بنعد من المجموعة الثانية اللي ماشي بنفس الاتجاه، ما بنعد من الاتجاه المعاكس. يعني مثلا احنا خلونا نقول مثلا من هون بنعد من الاحمر، ما بنقول هاي الاحمر واحد الاسود هذا اثنين، لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم اخواني الكرام؟ ان شاء الله تكونوا بصحة وبسلامة. طبعا اليوم معنا حذيفة ابني، حب انه يشارك معنا وقرر انه يطلع معنا بالفيديو. اخواني بس بدي افهمكم انه الفيديوهات القادمة ان شاء الله فيديوهات مهمة، وحب انبهكم انه تركزوا كويس فيها وتحفظوا اغلب المعلومات اللي فيها او كل المعلومات اللي فيها، تحفظوها بشكل جيد وتحاولوا تطبقوها على محركات، لانه هاي المواضيع مهمة جدا جدا. وكمان بدي أذكركم ما تنسوا الاشتراك في قناتنا الجديدة اللي هي مشغل الجلال الكهربائي، فيديوهات طويلة راح يكون فيها نشر مواضيع متنوعة ومتعددة. طبعا راح أبلش أنا نشر فيها بشكل منتظم بعد ما يصير عدد المشتركين أو المتواجدين يعني عدد مقبول إن شاء الله. وكمان لا تنسوا الانضمام للجروب مشغل جلال الكهربائي على الفيسبوك، وكمان متابعة صفحتنا مشغل جلال الكهربائي حسن أبو عبد الرحمن على الفيسبوك، وجميع الروابط بتلاقوها أسفل الفيديو. ما بدي أطول عليكم وإن شاء الله ننتقل إلى الفيديو التالي. الآن بما أن حددنا الأقطاب الموجودات في الفاز اللي هم الآن باللون الأحمر، الآن بننظر بنشوف إذا كان هاي المجموعات متجاورة أو متباعدة. متجاورة يعني مباشرة في المجرى، يعني المجموعة الأولى بتنتهي في المجرى هذا مثلا، لازم المجموعة الثانية من نفس الفاز تبدأ في المجرى اللي بعده. في بعض المحركات بتبدأ من المجرى نفسه من فوقها يعني بيجي مشترك، لكن الآن عندنا احنا في المجرى اللي بعده. المتجاور بيبدأ المجموعة الأولى بتنتهي في مجرى رقم مثلا 5، لازم المجموعة الثانية من نفس الفاز تبدأ في مجرى رقم 6 في المجرى اللي جنبه مباشرة. أما المتباعدة رح يكون في بين كل مجموعة ومجموعة مجاري لفازات أخرى. يعني مثلا لو لغينا هاي المجموعة مثلا على سبيل المثال، هاي المجموعة نلغيها، بتصير هاي المجموعة وهاي المجموعة، هاي المجموعة اللي من هون وهاي المجموعة اللي من هون من نفس الفاز، بصيروا اسمهم متباعدات. متباعدات ليش؟ لأنه مش جنب بعض وفي بينهم مجاري فيها مجموعات أخرى من فازات أخرى، هيك بصير اسمهم متباعدات. لو فرضنا أنه هاي المجموعة اللي في النص مش موجودة، بصيروا هذولا متباعدات لأنه في مجموعات من فازات أخرى بينهم وفي مجاري بينهم، فبيختلف التوصيل. طيب الآن عرفنا أنه المجموعات متجاورة، طبعا لو كملنا الباقي رح نلاقي نفس الشيء متجاور. طيب القاعدة بتحكي لي أنه التوالي للمتجاور للمجموعات المتجاورة هو نهاية في نهاية أو قبل التوصيل. كمان القاعدة بتحكي لي أنه المجموعات المتجاورة أو عدد أقطاب المحرك اللي مجموعاته متجاورة حقيقية متجاورة بكون عدد أقطابه يساوي نفس عدد المجموعات. إذا إحنا عندنا 6 مجموعات متجاورة، إذا هذا المحرك 6 أقطاب حقيقية، حقيقية لأنه متجاور ما في متباعد، 6 أقطاب حقيقية لأنه متجاور ما في متباعد، وعدد مجموعات الفاز يساوي عدد أقطاب الفاز يساوي عدد مجموعات الفاز. تمام. الآن التوصيل، بما أنه متجاور إذن توصيله نهاية في نهاية وبداية في بداية، بيطلع معانا بدايتين. دائما الأقطاب الحقيقية توصيلها يعني بهذا الشكل، بيطلع معانا بدايتين من الفاز. آخر إشي بيطلع معنا بدايتين من الفاز. لو بدنا نوصل الفاز الأحمر مثلا، بنقول هاي البداية لبرة وبنيجي على نهايتها، بنوصلها مع نهاية المجاورة إلها بهذا الشكل، وبنيجي على بداية الثانية بنوصلها مع بداية
الثالثة من نفس الفاز أنا بقصد، وبنيجي على الثالثة بنوصل نهايتها، بضل عنا نهايتها، بنوصل نهايتها مع نهاية الرابعة اللي جنبها، وبداية الرابعة بنوصلها مع بداية الخامسة، وبضل عنا نهاية الخامسة بنوصلها مع نهاية السادسة، وبتطلع معانا بداية السادسة لبرا. طبعا هاي مثلا يو، وهاي يو ون، بداية فاز ونهاية فاز. هاي إن شاء الله أنها تكون بس واضحة عليكم بالرسم، ويكون سهل الرسم عليكم، توصيل بكون نهاية في نهاية وبداية في بداية. حابب أورجيكم أنا برضو رسمتها هون كمان بالرسم الدائري، على أساس يعني إنه إذا في حدا ما في بفهم علي بالرسم الأفقي يفهم علي بالرسم الدائري. نفس الشيء نفس الشيء بنيجي هاي المجموعة الأولى، هاي بدايتها، هاي المجموعة الأولى، وبنعد منها، بنعد منها الفاز الأحمر، بنعد منها، حكينا بنعد بنفس الاتجاه، بنعد بنفس الاتجاه، المجموعة اللي بالاتجاه اللي جاي من الاتجاه المعاكس ما بنعدها. هاي المجموعة هاي بنقول عنها واحد، وبنمشي هاي مجموعة من فاز ثاني، عفوا هاي الأسود مجموعة من فاز ثاني، وبنمشي هاي اثنين، وبنمشي هاي ظل أزرق مجموعة من الفاز رقم ثلاث، وبنمشي بنلاقي هنا هذا الفاز الأحمر، رجعنا لفاز واحد. إذا هاي المجموعة هاي واحد، هاي اثنين، هاي ثلاث الأزرق، وبنرجع للأحمر واحد. طبعا زي ما حكينا ما بنعد هاي، ما بنعد هاي لأنها جاي معاكسة، وما بنعد هاي الأزرق لأنها جاي معاكسة من هناك، بنعد اللي بنفس الاتجاه، بنعد اللي بنفس الاتجاه، وبنكمل إذا بدك هاي المجموعة بنقول عنها واحد، وبنمشي هاي المجموعة جاي باتجاه المعاكس ما بنعدها، هذا الأسود بنفس الاتجاه بنقول هذا الأسود اثنين، وبنمشي هذا الأزرق اللي أجانا هون باتجاه معاكس، أو هي نفس المجموعة هذا الاتجاه المعاكس، وبنمشي بتجي عندنا الأزرق هذا بنقول هذا ثلاثة، وبنمشي نوصل للأحمر هذا بنقول هذا واحد. إذا واحد اثنين ثلاث واحد، لاحظوا الواحد على الأحمر، بنكمل عد منها نفسها، هاي بنقول عنها واحد، وبنمشي بنلاقي الأسود هذا بنفس الاتجاه بنقول عنه اثنين، وبنمشي هذا أزرق معاكس بنمشي بنلاقي أزرق بنفس الاتجاه بنقول عنه ثلاث، وبنمشي بنلاقي الأحمر هذا بنفس الاتجاه بنقول عنه واحد. إذا واحد اثنين ثلاث واحد، وبنكمل المجموعات الأخيرة على السريع. هاي بنقول عنها واحد، هذا الأسود بنفس الاتجاه بنقول عنه اثنين، وهذا الأزرق بنفس الاتجاه بنقول عنه ثلاث، وبنمشي بنلاقي الأحمر هذا بنفس الاتجاه بنقول عنه واحد، وبنكمل هذا الأحمر نقول عنه واحد، وبنمشي بنلاقي الأسود هذا بنفس الاتجاه بنقول عنه اثنين، وبنمشي بنلاقي الأزرق هذا بنفس الاتجاه بنقول عنه ثلاث، وبنمشي بنوصل للأحمر هذا بنقول عنه واحد. إذا واحد اثنين ثلاث واحد. إذا هون إحنا قدرنا نحدد، كتبنا عليهم إحنا كل واحدة كل رقم واحد. خلونا نعدهم، هاي واحد، خلونا نعلمه كبير على أساس إنه نعرف نرجع له، هاي واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة، لو بنرجع نرجع لهذا، إذا ست أقطاب، إذا هذا المحرك ست أقطاب. وطبعا نقدر نشوفه متجاور، هيو جنب بعضه، هاي هون جنب بعضه، إذا هذا ست أقطاب حقيقية، والتوصيل نهاية في نهاية وبداية في بداية زي ما شفنا. وأنا بعتذر الفيديو طلع طويل، لكن وجب أني أشرح هذا الشرح على أساس الكل يفهم ويستفيد. بدي أذكركم لا تنسوا اللي بحب يشترك في قناتنا الجديدة، قناة مشغل جلال الكهربائي، فيديوهات كاملة، الرابط راح تلاقوه أسفل الفيديو.
وكمان ما تنسوا تتابعوا صفحتنا صفحة مشغل جلال الكهربائي على الفيسبوك، الصفحة البديلة للصفحة المسروقة، ولا تنسوا الانضمام لجروب مشغل جلال الكهربائي على أساس أنه احنا نتواصل معاكم بسهولة أكثر إن شاء الله. وهاي هي، ولا تنسوا زي ما بوصيكم وبوصي نفسي دائما، صلواتكم الخمسة والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، والإكثار من الاستغفار، والإكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.